تلقى فيها فوائد كثيرة. الحقيقة أنا رأيت صورة عجيبة جدا للثعابين، طبعا هم يقولون طورت قدراتها لتجنب السموم، فكان الثعبان يبتلع، بعض أنواع الثعابين طبعا تبتلع الضفدع السام، وبالتالي بعض الضفادع سامة جدا لدرجة أنها تقتل الثعبان، فأصبح هذا الثعبان يتجنب هذا السم فيخترق أحشاء. انظروا معي هذه الصورة أيها الأحبة، هنا الثعبان يخترق أحشاء الضفدع، فيخترق بطن الضفدع فيأخذ هذه الأحشاء المليئة بالبروتينات والمواد المغذية ويتجنب السم الموجود في الأجزاء الأخرى. ثعبان ذكي جدا سبحان الله، سبحان المبدع.